الشجاعة تصرخ. رئيس الائتلاف السوري المعارض اتهم نظام دمشق بارتكاب جرائم حرب أسوأ من جرائم النازية. أما وزير الخارجية السوري فوصف المعارضين بالخونة. حرب كلامية شعواء في أول يوم من مؤتمر السلام ما يؤذن بمباحثات شاقة. وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعتبر الاتهامات الأخيرة للنظام بارتكاب جرائم حرب ضد المعتقلين مجرد افتراءات، مواصلا كلمته دون التقيد بالزمن المحدد لها. أرجو الالتزام بما وعدتم وأضيف جملة واحدة: سوريا تلتزم دائما بوعودها. المعلم اعتبر أن بلاده تحارب جماعات إسلامية إرهابية يجب دحرها، في إشارة تبين أن نظام دمشق يريد أن يستغل خشية الغرب من تلك الجماعات وتسويق نفسه كشريك محتمل لمحاربتها. أما المعارضة المنقسمة على نفسها فلا يكاد يجمعها سوى قاسم مشترك وحيد هو المطالبة بتنحي الأسد. ضحايا رجل أدخل البلاد والعباد في دوامة مجنونة من العنف ليبقى متسلطاً على كرسيه، متناسياً أن لا عرش في العالم يساوي حياة إنسان، حياة إنسان بريء واحد. وزير الخارجية الأمريكي أبدى دعم بلاده لمطالب المعارضة السورية. إذا أردنا حكومة انتقالية فلا يمكن أن يكون فيها شخص يرفض الطرف الآخر كلياً، وهذا يعني أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من هذه الحكومة. وبعد افتتاح المؤتمر رسمياً من المنتظر أن يجلس أطراف النزاع وجهاً لوجه يوم الجمعة المقبل.